في الوقت ده طبعا فريق الاهلي كان كميه من المهارات واللعب المهاري. الكابتن خطيب يعني ياما امتعنا، يعني صحيح. لو انت بالنسبه لك حاسس انه قلبك بينبض والكابتن خطيب بيلعب شكل الكوره. انا فاكر في الوقت بعديها بشويه كان في كابتن بوب الله يرحمه الله مره دخل في كابتن خطيب بالستادز في صدره. انا فضلت اعيط اليوم ده، يا نهار ابيض، يعني فضلت ادمع. وكان فيها ساعتها طبعا ما كانش فيه وسائل المتابعه الكرويه زي دلوقتي، كان تقعد تستنى النشره الاخباريه بتاعه كابتن فهمي عمر في الراديو صحيح، عشان تعرف ايه اللي حصل او الدنيا عامله ازاي. ايوه، فكانت ايام اعتقد انها يعني مش هتتكرر بتهيألي. ايام الندره اللي ليها يعني يعني مكانه في قلوبنا كلنا كجيل، يعني انا بصراحه مش عايز ربنا اقول ان احنا جيل واحد يعني عشان ما اكبركش يعني.